السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى لكم تكونوا بخير وتكون بصحة جيدة. الليلة عاوتاني برشلونة بلاصة كاتالونيا. المهم واحد الدري من المتتبعين قال لي نصور لنا كاتالونيا، ولكن باش نصور لكم كاتالونيا راه خاصني شهورة. المهم نصور لكم دابا بلاصة كاتالونيا ونشوفوا الليل كيفاش دايز داكشي، يكون داكشي واعر. المهم خليكم معنا. المهم كما قلت لكم الدراري باش نصور لكم كاتالونيا، كاتالونيا راه دايره بحال الشمال، فيها الناظور، فيها طنجة، فيها بزاف د اللعيبات. المهم بلاصه كاتالونيا انا نصور لكم دابا الاحتفالات وكدا والنشاط، الناس نشطه وعندهم داكشي التقليدي. ها انتما داكشي التقليدي هنايا وكدا، اي واحد عنده شي لعيبه تيبدا يبيع هنايا. المهم هذه هي ساحه الحمام، ولكن دابا مبقاش فيها الحمام ولا فيها النشاط، ولات فيها السهره. غادي نمشيو ندخلوا لداخل فين كيكونوا الحمام وتشوفوا السهره فيها كيفاش دايره. المهم انتما كلشي تيبيعوا داكشي ديال الكتوبه وبزاف د الحوايج. المهم الدراري هذه هي ساحه الحمام، هي هنا فين كيكونوا الحمام. ها انتما الاجواء فيها كي دايره، ها انتما القضيه كي دايره في بلاصه كاتالونيا. ومن بعد غادي نمشيو نشوفو برشلونة جدا ونشوفو بزاف د الحوايج. ها انتم مسرحية، الدراري بارطاجينا معكم دابا فين كاين داك الحفل. المهم تيدير واحد المسرحيه، من بعد كتجي واحد الفرقه موسيقيه كدير الموسيقى. المهم دابا نمشيو لبرشلونة نبارطاجي معكم برشلونة ونشوفوا الليل كيفاش داير تما وكذا. المهم هذا راس العام غيكون غير النشاط، وغادي ندير لكم فيديو على راس السنه حتى هي كيفاش دايزه وداك الشيء. المهم ما تنساوش البارطاج وخليو لنا لي لايك ولي كومونتير بزاف راكم. المهم انتم الدراري احتفالات هنايا بلاصه كاتالونيا. المهم نمشي نصور لكم عاوتاني الجهه الاخرى باش تشوفوا الاحتفاليات، النشاط ما كاين غير النشاط الدراري. المهم انتما الدراري نبارطاجي معكم باش تشوفو الاجواء كي دايره. انتما الصخور كاينين تا هما، هما كاين غير الصخور سيطرو هاد ليامات. المهم دابا حنا الدراري راه جينا لبرشلونيتا، غنمشيو نتسركلو نشوفو واش كاين عاوتاني تما ونبارطاجي معاكم. هنايا جايه جهة البحر، جيت البحر حتى بلاصة كاتالونيا يعني تمشى مع الرامبلا ديريكت توصل في البحر. المهم بس غندير لكم فيديو في الصباح، غادي ندير لكم كيفاش غنتمشاو من الرامبلا حتى لجهة بلاصة كاتالونيا فين كتكون ساحة الحمام. وبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج، انتوما خصكم البارطاج البارطاج ولي لايك، وراكم تما لي كومونتير واللعيبات، وراه ما كاين غير الزوان انتوما. هاد الضوا كان غير شعل ليا الضوا ومعلم، ما كاين غير النشاط. ردوا البال للطريق، الطريق وديك الساعة بقى شعل الأحمر، حنا الخشب الأحمر غادي نزربو عليه شوية هكدا. المهم كيما قلت لكم نمشيو نشوفو ديك لوطي اللي كاين هنا مشهور، هنا واحد لوطي سميتو أوطي دابليو. نمشيو نشوفو ونشوفو عاوتاني جنب البحر كاين شي لعيبات تما نبارطاجيهم معكم. خليكم معنا توصلو تما ونبارطاجي معكم اللعيبات. علاش حنا المهم تنتواجدو دابا في برشلونيتا جهة البحر. هانتوما حتى هنايا الاضواء، نقلب لكم تشوفوا اوتيل دابليو. المهم هاد البلاصه هادي اي واحد تيشري شي لعيبه جداد، شي تيشورت جديده هكذا، شي جاكيطه جديده هكذا، وهادي
هنا فين تجي تيستي داك الشانتي ديال داكشي واش ناضي ولا كدا. الا كان داكشي ديالو ناضي وضرب الحطه ناضيه هي هذيك انتيكا يعني تيطيح شي دريه ولا شي لعيب هكذا. الا ما طيحات ليه والو خصو يمشي يدير الميساج عاوتاني شي حاجه جديده. ولكن حنا اليوم ما جيناش لا نطيحو لا نطيحو لا والو. المهم جينا باش نساليوكم وندوركم هنايا وتشوفوا اللعيبات اللي كاينين هنايا وداكشي اللي كاين الدراري. المهم طلبت مني ندير لكم فيديو في كاتالونيا ولكن قلت علاش لا اجي نساليهم مزيان يساليو معايا هاد الليله هادي مزيان داكشي علاش. المهم استمتعوا بالفيديو انا نقلب لكم باش تشوفوا البلايصه. المهم كما قلت لكم هذا هو اوتو دبليو اللي مشهور انا نزومي عليه باش يبان لكم. هوبا با راه هي هنا هي النشاط كدا. المهم كما قلت لكم هنا تيجيو تيستيو الشانسيون عام سيدي الا كان داكشي ناضي هو هذاك. المهم ومازال عاوتاني الجهه اخرى انتم انا نوريكم جهه اخرى عاوتاني كي دايره. المهم جنب البحر مستغلين الروط. المهم اسبانيا هنايا واحد القضيه اللي لاحظتها يعني اي مدينه مستغلين جنب البحر ما عاوتاني الاوطيلات الديسكوتيكات لهاد الجهه. المهم انا ما مساليش باش مشيت حتى لديك القنت. المهم انا بارطاجيت معكم هاد اللعيبات هادو ولا بغيت نساريكم شي بلاصه اخرى عاوتاني علاش لا خليوها ليا في لي كومونتير ونساريكم هنايا برشلونه اي لعيبه انا برشلونه نساريكم. ومازال غادي نمشيو نشوفو ساغرادا فاميليا حيتاش تبدلوا فيها بزاف د الحوايج تبدلوا فيها بزاف د اللعيبات ونبارطاجي معكم تما. رانا الكاميرا. المهم كما قلت لكم غادي نديكم بلاصه ساغرادا فاميليا حيتاش تبدل فيها بزاف ديال الحوايج تبدل فيها بزاف ديال الاتاويش ونبارطاجي معكم الاتاويش الجداد. انتما بارطاجيو وخليو لي لايك وكذا. المهم كما قلت لكم قبل ما يتسلى هذا الفيديو هذا خليو لايك بارطاجي كومونتير راكم تما لحقاش كاينين شي حوايج مفاجات راهم جايين في الطريق وان شاء الله يكون داكشي ناضي ويكون داكشي زوين. ما تجي الدراري في بارسيلونيتا ولكن خاويه للاسف للاسف الجماهير هربت لينا. اي 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 الا شرا. المهم انا غيتسلى الفيديو ديالنا ما تنساوش بارطاجيو لايك وكومونتير وراكم تما. المهم نشوفكم في الكومونتيرات وفي البارطاج وفي لي لايك وكذا باش لونسيو هاد اللعيبات هادي باش نوليو نديرو شي لعيبات اللي واعرين ديال بصح كاين بزاف ديال بزاف ديال بزاف ما يدار ولكن خصنا الدعم ديالكم وراه كاين شي حاجه جايه واعره لقدام ان شاء الله. و درون نيري درون مازال ما خدمتش لكم درون الدراري بعد الاسباب اللي هي خصني نشوف البلاصه اللي نقدر نطيرها لحقاش ماشي اي بلاصه هنايا في اوروبا تقدر تطيرها وغادي نشوف نطير ديك الدرون ونتيستيه ونشوفو اول تجربه ديال الدرون. المهم تهلاو ليا فراسكم تلقاو فيديو جديد ان شاء الله ما تنساوش ابوني لايك بارطاجي وراكم تما.